esta herida. Thank you.
يقترب الهليكوبتر حملة الأعلام إيذانا ببدء العرض الجوي. ظهر تشكيل من طائرات لام 29 مشكلة رقم 67 رقم الدفعة التي نحتفل بتخرجها اليوم. ومن أمام المنصة يظهر تشكيل يضم الطائرة K8 وعلى جانبيها قسمان لام 29، ثم تقوم الطائرة كييت بأداء مجموعة من الألعاب الجوية يبين إمكاناتها. تشكيلات القوات الجوية بتخرج الدفعة 67 تقوم بتنفيذ عملية إبرار جوي محدودة، بينما تقوم الطائرات المتعددة المهام بتوفير الحماية الجوية لها. يظهر من أمام المنصة تشكيل مكون من 2 سكشن ميراج 2000 لحماية طائرة الإنذار المبكر E2C، وتقوم الطائرات F-16 بتمثيل الاشتباك الجوي مع طائرات الميراج 2000 يتلوها اقتراب الهل جازيل والاباشي لتمثيل مهمة القضاء على جيوب المقاومة قبل اقتراب قوة الامرار.
11 و 108 ويتم ذلك في حماية 4 هل جازيل وأباشي سوف تظهر من يمين ويسار المنصة. من طائرات القوات الجوية للاصطفاف أمام المنصة تحية لبدء انضمام الدفعة 67 لتشكيلاتنا الجوية.
من يسار المنصة لأداء الحلقة الرأسية بالعجل الأسفل. فريق الألعاب يؤدي الحلقة الرأسية مع تغيير التشكيل مرتين أثناء الأداء. طلبة الدفعة 67 بفرعيها الطيران والعلوم العسكرية الجوية. صدق السيد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الاتباع والانتاج الحربي على نتيجة الامتحانات النهائية لطلبة الدفعة 67 بفرعيها الطيران والعلوم العسكرية الجوية كما صدق سيادته على ما يلي. اولا، منح درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران للطلبة خريج الدفعة 67 فرع الطيران. ثانيا، منح درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية للطلبة خريج الدفعة 67 فرع العلوم العسكرية الجوية، وكانت نسبة النجاح كالآتي: 100% للطلبة خريجي فرع الطيران، 100% للطلبة خريجي فرع العلوم العسكرية الجوية،
تسليم وتسلم القيادة. الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي: أولا، تعيين خريج الكلية الجوية الدفعة 67 طيران في رتبة الملازم طيار تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2000. ثانيا، تعيين خريج الكلية الجوية الدفعة 67 علوم عسكرية جوية في رتبة الملازم جوي تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2000. ثالثا، منح أوائل خريج الدفعة 67 طيران والدفعة 67 علوم عسكرية جوية نقط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية، وهم ملازم طيار تحت الاختبار إسلام محمد عبد المحسن الشعراوي، ملازم طيار تحت الاختبار أحمد عبد الرازق محمد الجندي، ملازم طيار تحت الاختبار محمد إبراهيم حبيب عوض، ملازم جوي تحت الاختبار عماد عبد العزيز درويش الأنصاري،
ملازم جوي تحت الاختبار معتز ماجد محمود كامل خليل. يمين الولاء. أقسم بالله العظيم، 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 أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية، محافظا على أمنها وسلامتها، محافظا على حاميا ومدافعا عنها، حاميا ومدافعا عنها، في البر والبحر والجو، في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، داخل وخارج الجمهورية، مخلصا لرئيس الجمهورية، مخلصا لرئيس الجمهورية، مطيعا للأوامر العسكرية، مطيعا للأوامر العسكرية، منفذا لأوامر رؤسائي، منفذا لأوامر رؤسائي، ومحافظا على سلاحي، ومحافظا على سلاحي، لا أتركه قط، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد، والله على ما أقول شهيد. مدير الكلية الجوية، بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. السيد الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باسم رجال الكلية الجوية أتقدم لسيادتكم بوافر الشكر وأصدق العرفان لتفضلكم اليوم بحضور حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الجوية التي شرفت بكم قائدا ومعلما في مرحلة من أهم مراحل تاريخها. تحملت فيها سيادتكم مسؤولية إعداد نصورها باعثا لهممهم ومفجرا لطاقاتهم لتفتح بهم أبواب النصر وتسجل أعظم وأشرف انتصارات العسكرية المصرية. السيد الرئيس، ضيوفنا الأجلاء، إن هذه النخبة المتميزة من شباب مصر الذين نحتفل بتخريجهم اليوم قد أقبلوا بحب صادق ووطنية خالصة على الانتماء إلى هذا الصرح الشامخ لينالوا شرف الانتساب لقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن وحماية سمائه. إن المستوى الرفيع الذي وصل إليه هؤلاء الخريجون هو نتيجة لمنظومة متكاملة توافرت لها كل عناصر النجاح. إنه لمن يمنى الطالع أن يواكب تشريفكم لنا اليوم وصول طليعة طائرات التدريب الجديدة للكلية الجوية وافتتاح أحدث تقنياتها لتدريس علوم ومهارات الطيران باستخدام أرقى أساليب هذا العصر لتواكب وتشارك بل وتتفاعل مع عصر يأتي كل يوم بجديد بعلومه وتقنياته. السيد رئيس الجمهورية، أرجو أن تسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر لكل العاملين بالكلية الجوية، رجال صدقوا ما عهد الله عليه،
آمنوا أن الوطنية عطاء، فواصلوا الليل بالنهار وامتزج جهدهم بالعرق وكلل الله جهدهم بالجياح. تحية تقدير لهؤلاء الرجال، وباسمهم نعاهد سيادتكم أن يستمر عطاؤنا ليظل معهدنا العريق منارا للعلم ورمزا للبذل والعطاء. أبنائي الخريجين، أهنئكم بيوم تخرجكم وبشرف تحمل المسؤولية في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن. تزودوا بالعلم والإيمان مستهدفين أعلى مستويات المهارة والإتقان، ملتزمين بالانضباط مسلكا ومتحلين بخلق وشجاعة الفرسان منهجا، فخورين بمصرياتكم، فأنتم أحفاد من شيدوا أول حضارة في التاريخ. واعلموا أن مصر قوية بكم، فلا تبخلوا بالعطاء وابذلوا الجهد من أجل رفعتها ورقيها. السيد رئيس الجمهورية، نكرر شكرنا وامتناننا العميق لتشريفكم لنا اليوم، مجددين عهدنا لسيادتكم أن نظل على دربكم درب العطاء والوفاء، متمسكين بمبادئ وتقاليد هذا المعهد العريق، عاقدين العزمة على مواصلة الطريق بكل إصرار لتظل قواتنا الجوية قوية شامخة. عاشت قواتنا المسلحة وعاشت مصر بزعامتكم، خفاقة أعلامها، مرفوعة هاماتها، محققة كل آمالها. والسلام عليكم ورحمة الله. كلمة السيد قائد القوات الجوية. السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشرف القوات الجوية اليوم بكل من فيها وما فيها باحتضانكم بين جنباتها في يوم يعد من أعز أيامها، وفي موقعٍ لطالما شرف معكم وبكم الدارس الكفء الملتزم، المعلم المخلص، والقائد القدوة. السيد رئيس الجمهورية، إن رجالكم أبناء القوات الجوية الذين أكدوا على الدوام أن الإصرار هو طبيعتهم وجرأة القتال دينهم والالتزام والدقة أسلوبهم، هم في واقع الأمر نتاج فكركم وجهدكم، فقد علمتمونا كيف يكون الإصرار على الإصرار ذاته طالما اتضح الهدف وتحدد. علمتمونا كيف يكون القتال نصرا إذا ما غلفت جرأته العقل ولم تقتصر على السواعد. علمتمونا كيف يكون الجمع بين التزام ودقة بلا حدود مع مرونة وتطور وبعد عن الجمود. جزاكم الله سيادة الرئيس عن أبنائكم النسور خيرا. السيد رئيس الجمهورية، في هذه المناسبة الجليلة أرى لزاما علي أن أوفي زملائي وأبنائي بالقوات الجوية حقهم، وأرفع بين أيديكم حجم تفانيهم وجهدهم وإخلاصهم، ودأبا على العمل لا تخطئ عين النتائج في كل ركن من أركانها. إنني وزملائي إن لم نكن قد استطعنا أن نحقق لقواتنا الجوية كل آمالنا لها على تواضعها، إلا أنني أثق كل ثقة بأن بشائر أجيال من أبنائكم سيادة الرئيس سوف يكونون قادرين بالمواصلة وبعون من الله على أن يحققوا لها كل آمالكم على ضخامتها. السيد رئيس الجمهورية، عن رجال القوات الجوية من هم في الخدمة ومن ينالون شرف الالتحاق بها أمام سيادتكم اليوم، بل ومن أنهوا خدمتهم ولازالت عقولهم وقلوبهم تهفو لها، جميعهم أجدد عنهم عهدا وقسما أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن يبذل لرفعتها كل من موقعه أغلى ما يملك وكل ما يستطيع.
داعيا المولى عز وعلا أن يحفظكم لمصرنا ويرعاكم ويبارك على طريق العزة والقوة خطاكم. ليسمح لي سيد رئيس الجمهورية عن نفسي وعن رجال ورجال القوات الجوية بأن أتقدم لسيادته بكتاب الله.